كنت ذكية كثير، ذكية بالمدرسة، كان عندي بيقولوا قسم، كنت يعني ألقط بسرعة. كان عندي إحساس، كنت أحس بالأشياء يعني شوي شوي لما بلشت أكبر، كنت أحس بالأشياء يعني شوفها من أصحابي. بيجوا مثلا يخبروني شيء عن أشخاص أو علاقة أو شيء، أنه أحس إنه هذا حدا تزوج بهذا الشخص، أو هيدي اليوم حيصير معها هيك، أو هيدا حيصير فيها فلان، هيك يجيني إلهام، وبس هو أثر إنه أحسن. وكان عندي من أنا وصغير يعني بعد هلا رؤية المنام، بتحلم منام وبيتفكر، حتى مش من عني، عن أي شخص، عن لبنان، عن حدا بده يصير، مش لا هو بيصير، ما هو بيشوفه هالحدا. بتشوف الحلم انت كانه حقيقة؟ ايه بشوف كانوا حقيقة، أو بشوفه بطريقة معينة يعني مبطلة، بس بكون بتفسيره هيك. بتشوف الأشخاص؟ ايه بشوف الأشخاص، أو مرات بشوف حلم عن حدا بيطلع عن حدا ثاني، بس يعني الرؤية بتكون عندي رؤية يعني. أنا كان حلماني كذا شيء عن لبنان، وصار عن أصحابي، عني كله بيتحقق، بس هو أنا إحساس، أنا بحس